المؤمن عادة ما يكون طموحه عالي، وطموحات الكبار كبار، وطموحات الصغار صغار. لاحظوا يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يثق بنفسه، يثق بقدراته، يثق بطاقاته، وطموحه عال وليس طموحا دانيا. والله عز وجل يحب المؤمن الطموح، يحب المؤمن الذي يمتلك همة عظيمة، وإن الجبال لتزول ولا تزول همته. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. أن تكون همتنا عالية في طلب المعالي والكمالات وما أشبه ذلك. هنالك نقطة مهمة، قد أضطر إلى الابتعاد عن طموحي والتنازل والتضحية بطموحي الشخصي من أجل طموح عال يمس الدين. أحد علمائنا درس في النجف الأشرف، ولما أصبح مجتهدا قرر أن يرجع إلى قريته في إيران، وبالتالي سيصبح مرجعا يرجع إليه الناس. كان هذا طموحه، ولكنه في الطريق إلى إيران مر بقرى، فمر إلى قرية وكان وقت الصلاة، فرأى أحدهم قال: هل من مؤذن يؤذن للصلاة؟ قالوا: أذان. يعني شنو؟ قال: أذان للصلاة، منادات للصلاة. قالوا له: الصلاة يعني شنو؟ طلع المجتمع القرية لا تعرف لا أذان ولا صلاة ولا أي شيء من الدين. فقرر في نفسه أن يبقى في هذه القرية ويدعوها إلى الله عز وجل ويهديها إلى سواء السبيل. وبالفعل طلق طموحه الشخصي أن يكون مرجع دين في منطقته، وعكف مع هؤلاء الناس الفقراء والبسطاء وفقههم في دين الله عز وجل. نعم، إذا كان الطموح يمس الدين إلى جنب الله عز وجل لأضحي بطموحاتي الشخصية مو مشكلة. نسأل الله عز وجل أن يجعل همتنا عالية في نشر دينه والتقرب إلى وجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.